يمكن أن نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل التوصيل في علي إكسبريس. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيقات، بعد سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على علي إكسبريس، من ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن علي إكسبريس فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم علي إكسبريس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك.